اهلا بيكم مع اسامه. اطيب تواصل مع المشاهدين بيبقى تلبيه لرغباتكم. بتتصلوا بينا على التليفون بتقولوا لنا احنا دلوقتي عايزين نعمل كيكه، كيكه هبطت يا شيف، او عايز اعمل ستيك بس الستيك ما طلعش مظبوط، طب اعمل الجريفي ازاي، اعمل الصلصه ازاي، اي حاجه انتم بتطلبوها بنحاول نلبيها ونقول لكم طب بكره هنعمل الحلقه ديت، طبعا نحطها لكم على الانترنت، طيب على الفيسبوك، طب موجوده على اليوتيوب، طيب هنحطها على دي ام اي والفي او دي. التواصل موجود بكل الحالات وعن طريق ايميلات والاتصالات. لكن بنيجي نقول ايه المكونات اللي نشتريها، بنروح نشتريها سوا، نيجي نطبخها تشوفوها تاني يوم ما طلعتش كده ليه، اصل البوتاجاز عندي صغير، اصل القلايه اللي استعملتها، طب هو نوع دي ايه. قلنا تعالوا ناخد نفسينا وبعضينا ونروح نزوركم في البيوت ببوتاجازاتكم بحلالكم بطاساتكم ونشوف اصلا ايه الموضوع ونحاول نحل كل مشكله على حده. والنهارده احنا في ضيافه الاخت ام راشد، هنا مش بعيد عننا في دبي. اهلا وسهلا. أهلاً شيف، شرفتونا ونورتونا. ده من ذوق حضرتك، فرصه سعيده عن جد انه التقي فيكم. انا على طول بشاهد حلقاتك يعني من 15 سنه فكره. طب من ذوق، بس التليفونات دائما مشغوله، معلش فانا ما كنت متوقعه اللحظه هاي انه تحصل انه نلتقي انا وياك فيس تو فيس. هذا شرف عظيم لي يعني، وانا سعيد فيك وبالفريق بتاعك، فان شاء الله نستمتع سوا هلا بالشغل مع بعض. ان شاء الله نتمنى ان احنا نحاول نحل بعض الحاجات نخف اكل مطاعم شويه ونشوف نقدر نعمله في البيت ولا لا. ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، تفضل تحت. احنا دلوقتي هنا في مطبخ الاخت ام راشد، وقلت لي ان بصلتك محروقه. ده لسه ما كنتش يعني كنت شويه تساليني في ايه ده في ايه. صح. يعني ايه اللي انت عايز تعرفيه عشان اقول لك؟ انا مستغربه في اشياء كثيره انت حاططها، انا مستغرب ان هي موجوده بالشوربه الحريره، مثلا العدس هذا الموجود. اوكي. يعني حتحطه حب كده من غير ما تسلقه ولا بتسألين؟ شكله حتى غريب. ماشي، وايه ثاني؟ وطحين. اوكي. كرفس. اوكي. بس طب انت يعني انت عملت الحريره صح؟ حاولتي مش حريره، طلعت حاجه ثانيه. ما حبهاش ولا حبها؟ ابو راشد بيحب الحريره كثير، فحاولت اخترع له حريره، فصرت تاليف من عندي. خلاص طلع شوربه طماطم. طب دلوقتي هنا عايزين ايه؟ عايزين بصل احمر، عايزين كزبره، بقدونس، كرفس، زيت زيتون عندي هناك، معجون طماطم شويه صغيرين، وملح وفلفل وقرفه، جنزبيل، ولحمه ممكن تكون بقري ممكن يكون دجاج، وميه او مرقه، وعدس، عدس حب، اي عدس، عدس بجيب، عدس اخضر، العدس الموجود. أيوة. وحمص وطحين. الفكره حضرتك بتسالي بتقولي طيب بنحط عدس بنحط حمص بنحط طحين، هي الحريره كل مره بتتغير اسمها حسب ايه اللي محطوط فيها. احنا نعمل حريره بالحمص، يعني ممكن نضيف عليه اضافات ثانيه، بس خلينا نعمل الصح الاول. اوكي، هذه بيزك بقى فيها. هستعمل ايه؟ هنستعمل الحاجات دي، بس في حاجه من الحاجات اللي انا حضرتك هتساعديني فيها، الكرفس. الكرفس لما بعمله كده بيبقى فيه عروق، فيا دوبك بس شويه كده بالحرف السكينه بتشيل شويه من اللي هو الالياف ديت اللي موجوده فيه، على اساس هاخده واخلطه مع بقيه الحاجات الثانيه بعد اذنك. بس اسمح لك اخد البصل والطماطم من اهو على اساس اجهز اول حاجه انا هنا. نجيب لا ممكن تحطيهم هنا او انا هفضي طبق، ممكن تستعملي الطبق. هلا الكرفس انا اول مره بفهم من قشره، انا عاده بطبخ من غير ما قشره. لا ما لا ولا بس بالحريره؟ لا انا بعملها لاني مش هستعمل كميه كبيره، يعني انا عايز بس الطعم حتى ديت، يعني ممكن بس اخد القطعه دي والقطعه اللي بقيت حضرتك دي تكون كفايه جدا. والفكره هنا ان احنا نعمل ايه؟ حط هنا البصل والطماطم. بس الطماطم انت قلت لي استعملتي الطماطم وطلعت شوربه الطماطم، انا هستعمل طماطم بس مش هستعمل طماطم كتير. انا احط هنا اهوت قطعتين من البصل، ونستعمل معاهم شويه من البقدونس والكرفس والبصل ال 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 الكزبره. الفكره فيهم ان انا عايز اعملها ناعمه، دي تبقى لو عايز اقطعها رفيع، في ناس بتقطعها رفيع، لكن احنا بنقول اختصارا للوقت، يعني بنشوف بقى ايه الحاجات اللي بتتعمل ونعدلها احنا بطريقتنا. الكرفس ياخد وقت اكتر من البقدونس، يبقى بحطه هو الاول كله مع بعض بالظبط، ومش هحط الطماطم الاول. ما بتحطهاش توم؟ لا مش هحط الطماطم دلوقتي عشان ما تبقاش معجون او تبقاش سايله،
دي كده الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن اطبخ بيها. دي ممكن تستحمل على النار شويه يعني، ممكن احط دول اختياري، يا اما بحط اللحمه يا اما احط اللحمه واتبلها واحطهم مع البقدونس مع الكرفس والبصل، احطهم اهو، واحط معاهم قطع اللحمه، وقطع اللحمه لحمه اللي هي البقري قطع صغيره احطها هنا وعلى النار. بس بولع النار هنا تحمى شويه من غير ما تسخن قوي، مش عايزه تسخن قوي علشان بدون زيت، لا بس اسخنها الاول اوكي، وبعدين احط الزيت، بس مش عايز الزيت يطلع دخان. زيت زيتون ولا بالظبط؟ هستعمل زيت زيتون، وعشان مش عايز زيت الزيتون يتحرق مش بسخنها قوي، شويه هنا من زيت الزيتون وبعدين احط دول يتحمروا. نحط اللحمه كده، بس اسمع صوت، بس اسمع الصوت انها بتعمل الطشه دي، وهسيبهم هنا اقلبهم وعبال ما بيتحمروا شويه نكمل بقيه ايه المكونات. ايه بقيه المكونات؟ الحاجات اللي احنا هنعملها هنا مع بعض هيكون الطماطم والبقدونس والكزبره، كله بالبلندر، كل دول بضربهم في الخلاط. الطماطم ممكن استعمل الصلصه، انا عندي طماطم اللي هي الصلصه المعجون، وعندي الطماطم اللي هي تبقى القطع ديت، على اساس ان ديت بتدي طعم مختلف، يعني طعمها بيكون مختلف تماما عن عن الطماطم اللي انا ممكن استعملها ويكون معجون، يعني كل ما طبعا ده اللي فريش. بس مش هسيبها تتسبك، مش هسيبها تطبخ كتير. الطماطم لا، اللحمه تستوي، لكن الطماطم مش هسيبها تستوي. يعني الطماطم دي بتبقى طعمها مختلف، عشان كده هستعين بالتانية اللي هي فيها اللي هي بتبقى الملقلة، بس مش كتير، يا دوبك للطعم وللون، مش هستعمل كتير. هحط دول كده، يعني انا ممكن اقلب اقلب شويه هنا اللحمه، لان انا ايه، انا عايز الحريره طعمها ياخد من طعم اللحمه، بس مش عايز اعمل شوربه لحمه. يعني لو عايز حطيت مرقه دلوقتي، لو حطيت ميه هتبقى شوربه لحمه، مش هتبقى. فانا عايز اخلي النكهه تيجي مع الكرفس والبصل واللحمه، يدوني النكهه مع زيت الزيتون، وبعدين بضيف عليهم السائل اللي هو هيكون منها الطماطم والبقدونس والكزبره. حط هنا اهوت شويه البقدونس والكزبره. يبقى خدتي بالك حضرتك ان انا ما حطيتش البقدونس والكزبره الاول، عشان عايزهم تبقى يعني مفرومه. دي ممكن افرمها بالسكينه، او يا دوبك بس افرمها ناعم بسيط. مرة كده اللي هحطه دلوقتي، الطماطم والبقدونس والكزبرة اللي هو اسم الدلع بتاعهم صلصة مكسيكي، هحطهم هنا واقلبهم. الفكرة بقى في الحرير، انه ممكن في اوقات انا كنت مثلا بحط البقدونس والكزبرة والبصل والطماطم، بحطهم كلهم في الخلاط ويبقوا عاملين زي الصلصه، واحمر اللحمه بس لوحدها وبعدين احط دول عليها تطلع طعمه تانية. بس مش بتفرق كتير، المكونات واحده. بس كل مره بيبقى شكلها هسيبها تستوي على النار مده قد ايه، فديت ممكن اسيبها لمده طويله. بعد ما بحط كل دول هيجي دور البهارات. اهم حاجه في البهارات مش بستعمل حاجات غريبه ولا، البهار اللي هو الاسود، فلفل اسود، حطيته معايا جنزبيل وحطيت ملح. حضرتك قلتي كميه، انا عارف انا هعمل كميه قد ايه، انا هعمل على الاقل 8 كوبايات. فهيكون لاربع اشخاص، ممكن كل واحد كوبايتين، ممكن ازود. وبحط هنا شويه قرفه. اتفضل. بتاخد كتير وقت على الغاز؟ بتاخد وقت كتير، وهو ده اللي بيخلي الحريره مختلفه. يعني ما تقدر تسويها بطنجره الضغط مثلا انه مشان الوقت؟ بالعكس، طنجره الضغط بس في الاول ما تقدرش تحط كل حاجه في طنجره الضغط. لا مش قصدي، ما تحطوش كله وتقفله عليها، لا. في طنجره الضغط بتحطيها على النار تحمر. اعملي اول خطوه اللي هي ديت، واللي انا هعمله دلوقتي اعملي كل دوت على الاقل هنا هوت في الخطوه ديت، اللي هو كل البهارات بتتحط هنا وبقلبها، وبعدين ابتدي احط المكونات الثانيه اللي هي هتبقى بتهيألي الحاجات اللي هتاخد وقت، لانه بياخد وقت. يبقى العدس بحطه هنا، بس العدس عشان يستوي محتاج مي سائل، سوائل. عندي هنا هوت ميه سخنه عشان اختصر الوقت. هسيبها على النار، ممكن نسيبها حوالي 10 دقايق بس تبتدي تتسبك شويه. ولو انا عايز اسبكها بدل ما اغطيها غطا كامل، يا دوب بس تغطيها
نص رق اعملها كده ونسيبها تمام، وبخلي النار عليها عاليه واسيبها تتسبك قبل ما اروح للخطوه الثانيه. احنا حطينا عدس مش مستوي، لكن هضيف لها كمان حمص، والحمص اللي بعمله هيكون مستوي. في الحاله ديت انا بضيفه في الاخر خالص، ولسه الطحين مع الطماطم برضه بضيفه مع الحمص. اوكي سهله، انا فكرتها مشروع يعني لانه بدها مكونات كثيره وبدها شغل، بس لا يعني الخطوات سهله كثير. نشوف ندوها الاول ان شاء الله. يبقى دلوقتي زي ما اتفقنا حسب الوقت، يعني كميه الميه اللي انا حطيتها ممكن تكون 10 كوبايات، بس دلوقتي بقت 8. وكنت عامل حسابي في الملح وعامل حسابي في الفلفل، وعلشان نوع الحمص اللي انا مستعمله او العدس سبته لغايه لما اتهرى، يعني ده خلاص كل ده استوى. فده مهم جدا ان انا اكون عارف، يعني لو ما اقدرش احط ده بقى في حاله الضغط، عشان هنا المرحله اللي لازم استعمل فيها برضو الوعاء هنا على النار. استعمل شويه هنا من معجون الطماطم، ومعاهم بدور شويه الطحين حسب انا عايز اخليها سميكه قد ايه. يعني انا مش عايز اخليها على النار كتير او بخليها على النار كتير، وادوب دول في ميه. طب ممكن استخدم نشا بدل الطحين؟ لا لان النشا بيبقى ليها شكل تاني. النشا زي فكره المهلبيه، حاجه بتلمع فيها مطه، فيها مطه ديت بتبقى زي فكره الستو او متسبكه بالظبط، بتبقى متسبكه وبخفها بكميه ميه. لو انا عايز ازود، لو انا حسيت انها سميكه يعني انها بقت خفيفه وعايز اتقلها بالطحين بزود الطحين واقلل السائل. لكن انا حطيت هنا سائل كتير وطحين قليل على اساس انها فيها عدس وفيها المكونات، وشايفها هي نفسها سميكه شاده، يعني هي نفسها شاده. فبحط دول واقلب زيها زي اي حاجه تانية. محتاج ان انا اطبخ الطعم بتاع الدقيق، يعني الدقيق محتاج يستوي، يعني لازم اتخلص من الدقيق نفسه او طعم الدقيق. فبقلبها هنا اهو، وفي الوقت ده انا ممكن اعلي علشان اطبخ الدقيق اسرع، لكن كل ما هسيبها تطبخ كل ما هتبقى افضل. يعني ديت محتاجه انها تتسبك شويه. وحتى معرفش هتبان ولا لا، البقليل اللي بتطلع او الغليان اللي بيحصل بقى سميك غليظ، كان الاول ميه حاجه خفيفه، دلوقتي بقت حاجات زي البركان. شايفه سميكه ازاي غليظه ازاي، يعني حتى الصوت بيبقى مختلف، لكن الاول كانت عباره عن ميه او سائل هو بس اللي بيغلي. تحتاج قديش هلا بعد العمليه هاي؟ دقايق يا دوبك، بس هوضب هنا المكان، نحط الحاجه هنا اهوت. ممكن احط الحمص، وعندنا هنا الطبق اللي نقدمها فيه. ممكن احط هنا اهو، احط الحله على اساس تبقى سخنه. طيب يبقى هي دلوقتي تقريبا شبه استوت. بضيف اخر حاجه هنا اهو الحمص، يعني دي خلاص هنا استوى. حط كل ده هنا قلبه تقليبه، الحمص مستوي مش محتاج يستوي تاني خلاص. ده هي ديت كده اهوت، الحريره بتبقى سميكه وغليظه حتى ريحتها، عشان كده بياكلوها كوجبه، تاخد كوجبه. فانا هحط هنا شويه لحضرتك، وساعات بياكلوها مع تمر، يعني في رمضان بتتاكل مع تمر، لانه المطبخ المغربي حلو مع مالح بياكلوا. نعم. فديت ممكن حضرتك تدويها، وانا هجيب هنا اغرفها، بس خلي بالك عشان هي حاره سخنه مش حاره. متقصدني حاره سخنه مش حاره شطه، هي اكيد سخنه بس هشربها. والفكره هنا ان احنا ممكن لما تتعمل، انا بالنسبه لي الحريره لما بسيبها يوم بتبقى احلى، ممكن نخلي الحريره دي موجوده في البراد او في الثلاجه ساعه لما طيب. بس بدها شويه ملح صغيرين بالظبط. انا بقى الملح اللي حطيته، شفت انت فاكره لما حطيت الملح قلت لي كل ده ملح صح؟ كنت مستكتره الملح. لكن انا مش هحط ملح اكتر من كده، اخلي كل واحد يحط الملح. أيوة. لكن لو انا كنت حاطط ملح كتير ما اقدرش اشيله. يبقى بخلي كل واحد يحط الملح. هاخد كمان لقمه. طيب لو عجبتك الطريقه تمام، يعني سهله كتير وبسيطه وما بتاخد وقت كتير بالمطبخ. انا كنت ماسك الورقه ديت متبع الخطوات ديت، علشان الحريره المره الجايه تطلع مظبوطه. عملنا ايه؟ قلنا نسهل الامور، هي موجوده هنا في الكتاب ده. تمام ميرسي، شكرا كل حضرتك. وهيبقى في وصفه الحريره، في وصفات كتيره. شكرا لك، بس على الاقل ابتدي بالحريره. هذا هيك مشان ما تعذبني اقعد استنى البرنامج، ما يجيش البرنامج وما احضروش. لا ده مش دعايه، انا عندي مشكله، لازم تبعوا البرنامج ده. انا عندي مشكله بوقت البرنامج، لانه بصراحه ساعات لما يجي الساعه 1:30 ما بنلحق نشوفه، بكون برا وما بتنعاد الحلقه. شكرا. تفضل.
تحياتي. شكرا. ميرسي. شكرا لك. لسه حاجات كتيره هنعملها مع بعض، بس هكمل غرف الحريره ونكمل الحلقه. في الاول خالص ابتديت واقول ان احنا عند الاخت مراشد اللي هي بتحب تحرق بصلها. فبتسالني شايفه برغل هناك، احنا ليه مش ما نقعش برغل عشان نعمل الكبه؟ كنت لسه قبل ما نبتدي الفقره بقول لها هنعمل ازاي التوميه والشيش طاووق. ازاي الشيش طاووق؟ طب نبتدي التوميه والشيش طاووق ولا نشيل كل ده ونعمل الكبه؟ لا نبلش خلاص. طيب بالنسبه بقى للتوميه والشيش طاووق، تسهيلا للموضوع، الشيش طاووق ليه تتبيلات كتيره وكل حاجه بتبقى مختلفه عن الثانيه. الاساسيات فيها بيبقى فيها الزبادي او الروب. وانا بستعمل هنا كيس علشان تبقى العمليه سهله وبسيطه وما بقاش في حاجات كتير عايزه تتقاس. يعني هيك ست البيت ترتاح بالطريقه هاي. بيبقى معاهم سائل تاني زيت. زيت بس اتاكد ان ايه الكيس مش مقطوع عشان ما احطش كل حاجه وانزل تراب. مظبوط. اوكي. وشويه تانية هنا من الخل، يبقى شويه خل شويه من الزيت. اتاكد ان انا بخلط المكونات اللي هي السائله دي الاول لوحدها، يبقى دول بنحطهم هنا. وبعدين التتبيله شويه هنا من جوز الطيب، شويه صغيره بفرم جوز الطيب ناعمه واحطها عليهم. واللي ما بيحب يحط جوز الطيب مثلا ما يحطهاش. انت ما بتحبش جوز الطيب؟ لا ماشي هاكل. هل اشيلهم ولا لا؟ لا لا خلاص. تمام. اوكي مش هكتر، احط شويه صغيرين بهار ابيض ومعاهم شويه هنا من الكركم، ملح وثوم، شويه ثوم. فلفل اسود؟ لا اللي حطيت بهار ابيض لانها هيبقى طاووق وهي دجاج، فمش عايز اشوف نقط السودا فيها. والمختلف هنا هيبقى عندي هنا ماسترد. ماسترد اللي هو الخردل. يبقى حطيت كل ده هنا اهو كده، ودول هيبقوا الخلطه اللي انا بتاكد ان انا بقلبها كلها مع بعضها. لازم ننقعها قبل بوقت قبل ما تتنقل. كل ما تقعد وقت كل ما تبقى احسن. يعني انا لو عامل ديت وسايبها قبلها بساعه بساعتين هتاخد، هتبقى سهله انها تتداخل ال يعني الزبادي هيخلي الانسجه نفسها تتشرب وفي نفس الوقت الانسجه تتفتت من بعضها. فبجيب هنا هو قطع الدجاج، وعشان انا بستعمل صدور بس مش لازم انقعها قبلها بفتره كبيره. يعني مش محتاج انقعها قبلها وقت كتير. يعني أيوة. يعني انا عندي لو عايز انقعها يبقى دلوقتي كل اللي انا عايز اعمله دلوقتي باخد ديت هنا واحطها بلفها كده واقفل دي جامد واحطها في قلب الثلاجه. يعني ممكن احطها في قلب البراد واسيبها ساعه لما انا جاهز للاكل باخدها واعملها. فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ هنعملها ونحطها في سياخ، يعني في قلب سيخ، على اساس ان انا اعملها زي فكره الكباب. واحط معاها ممكن بصل، احط معاها اساعدك. اهلا وسهلا. نجرب نحط معاها الوان، يعني الفلفل انا جايب هنا فلفل الوان. لاحظت كله اختياري، يعني مش حاجات. طيب والبقلايه بتمها على الغاز ما عادي ما تتأثر؟ بالمناسبه انا حطيت زيت لانها بدون. انا حطيت المقلايه هنا اهوت على الغاز قبلها، ولعت عليها قبل ما ابتدي. لازم تكون حاميه. عايزها حاميه. وبعدين نوع القلايه اللي بستعملها كمان هي حديد الزهر، هستعملها في اكتر حاجه، باكتر من حاجه. ايوه لان انا مش هشويها بره، فانا عايز طعم المشوي يبقى فيها. فطعم المشوي يجي من حاجتين، يا اما بحط الفحم بينزل السائل على الفحم بتطلع الدخان يعمل ريحه، يا اما بحطها على القلايه تقوم تاخد الطبقه اللي هي بتبقى مسوده شويه، وديت الطبقه اللي بتديها طعم المشوي. تمام. دلوقتي عندنا الدجاج هنا اهوت والفلفل والبصل، نبتدي ناخدهم. واسالك بقى في توزيع الالوان، تحبي انهي لون يتحط الاول؟ احمر. انا بحب الاحمر. يبقى هنا هنحط هنا قطعه الدجاج. اوكي. وبعدين هنحط هنا واحده من الاحمر، وممكن احط اصفر الناحيه الثانيه علشان امسك الدجاج نفسه. ايوه بصل. وبعدين بصل، بس احط دجاج ثاني، اخد واحده دجاج ثاني اشكها كده اهو، واتاكد ان انا بحط مفيش قطع تنزل من تحت. وبعدين بحط البصل. هلا اللبن هذا ما بتاثر انه نحطه على المقلايه انه الساده ما بتشعط؟ ما بالعكس، ما هو دوت اللي انا عايزه، ما هو ده الطعم اللي انا عايزه. يعني ده الطعم اللي انا عايزه. فدوت هيكون الفكره فيها حاجتين براعيهم مهمين جدا، ان انا لما بحط الفلفل او بحط الدجاج اتاكد ان الفلفل مش اعرض من الدجاج، لان الدجاج انا عايزه يلمس النار، والا ممكن الفلفل يبقى زي حاجه عاليه والكباب تعمل حاجز والدجاج متعلق. طب اجرب واحده؟ اتفضلي جربي اكتر من واحده، عندنا اكتر من واحده هنا ممكن حضرتك تجربيهم. اوكي. ودول في نفس الوقت بالظبط، هم دول في اخر حاجه، دول اللي انا بعملهم، ان انا بعد كده باخدهم اسويهم. يبقى انا حطينا دوت اتحط قبلها بشويه هنا اهو، وعبال لما اخت ام راشد بتساعدنا وتعمل كام واحده. شو انا ما حطيتش اي زيت دلوقتي. ملاحظت. يعني حطيتها هنا مباشره هنا على النار.
وما بستعجلش في تقليبها. يعني مش هروح اقلب لما تاخد لون المقلب بالظبط، يعني لازم اسيبها وتاخد وقتها. طب كفايه كده من الدجاج، وخلينا نشوف نعمل التوميه ازاي او المتومه ازاي. اوكي، بتستعملي بيض مع المتومه؟ لا، اللي بتعمليها عاده بنحط كميه توم، نعم، تقريبا 3-4 روز، نعم، وبنحط بالخلاط وهي عم تنطحن شويه شويه زيت، نعم، زيت ذره شويه شويه زيت سنه، ايوه، طيب، مشان ما تفرطش وتضل محافظه على قوامها. طب لو انا طلبت من حضرتك تفصلي لي البيض، فصلتي بيض قبل كده الصفار على البيض؟ اه. طيب افصلي لي بس البيض ده ونستعملها بالاثنين. اوكي. واكيد توميه يبقى فيها توم. بس يعني انا مستغرب انه متوم ايه هتسويها ب بتحطيه فيها ليمون ولا خل؟ لا ولا ليمون. ده ولا ده؟ تحطي ليمون؟ احط شويه ليمون. ليمون ولا خل؟ انا بسال، انا جاي اتعلم. انا بسالك، انا احنا بنحط ليمون وانا بحط ليمون. اول حاجه انا عايز التوم نفسه افرمه ناعم، عشان افرمه ناعم يا اما بطحنه وبعجنه قبلها، يا اما بحط معاه شويه من عصير الليمون عشان يتفرم، وعلشان اتاكد ان هو في حاجه تمسكه في بعضه بحط شويه الملح اللي انا هستعمله. يبقى دي اول حاجه بعملها، بفرم التوم. لو لقيت ان السائل مش كفايه مش هزود سائل تاني، هستعمل بس زيت. لا، استعمل البياض. بياض اللي هو الكيكه بقى، هنعمل الكيكه مع بعض. كيكه مكومه بالظبط. بحط لغايه حاجتين، الهواء يدخل في قلب البياض والتوم ينعم. ما بيعطينا خال، ما بيعطينا رغوه. لا لا، لان انا لما حطيت الملح حطيت فيه ملح وحطيت فيه الليمون خلاص هبطنا، مش هيبقى مرن، مش هيبقى. وبحط شويه هنا من البهار الابيض برضو، مش كتير. دلوقتي انا سامع صوت طرطشه بتاعه زيت، معناها ان هو كتر شويه، ممكن يطرطش على الجناب. يعني هيك صارت انه اهي دي كده اهو بقت. شوفي ده، ممكن اقلب ديت بقت سميكه. ايوه ايوه تمام خلاص. فممكن ازود زيت او ممكن ادوقها، لو عايز ازود او اقلل، بس انا شايف دي بتكون مناسبه جدا، يعني حتى دي القوام بتاعتها بتكون مناسبه. ممكن انا هضيفها هنا، احطها هنا زي ما يناسب. وديت كيكه التوم اللي احنا عملناها سوا، نفضي شويه هنا اهوت، جاهزه للدجاج اللي احنا حاطينه على النار. يبقى ديت فكره التوميه او المتومه. دي ممكن نقدمها بقى مع ايه؟ مع المتومه او مع بقدونس. طيب انا هجيب لحضرتك هنا حاجه، هعمل لك خلطتين، واحده عباره عن صلصه بندوره، معجون بندوره، وهنا الشطه او اللي هو زي الفلفل او الفليفله المشويه مع زيت زيتون، حط عليهم شويه من عصير الليمون، شويه صغيرين هنا من الكمون، خل ابيض مش كتير اختياري، ممكن ما احطوش، وبقلب دوت. مش عايزه تبقى سائل قوي، يعني عايزه تبقى. هل هذا الدريسنج بنحط عاده على الخبز؟ ده بيتحط على الخبز. اها. وده معلش بقى هحط هنا سماق. سماق وملح ولا مش داعي؟ ممكن ما يبقاش في ملح، بس انا هحط هنا السماق الاول. بجيب ديت لحضرتك وتحطي لي ده بس يا دوبك، انت تحطيه كده امسحي بيهم وحطيهم، ودول انا ممكن اخدهم واحط عليهم السمان. يبقى كفايه كده ولا كمان؟ ده كده اهو. انت بتحبيها قد ايه؟ عادي يعني، غطيه كلها. نحط ده هنا اهو، يبقى ديت شايفه كده اهو. اها، يبقى الفكره كده اهو، زي فكره الشاورما. ده فكره الشاورما بالظبط. طيب هتحطيها كده، وساعتها ممكن بنحط شويه صغيرين وشويه بقدونس عليهم، على اساس دول اللي هطلع عليهم الشيش طوق. ايوه. نكملهم قبل ما ده يستوي. اوكي.
ضيافه الاخت ام راشد ولسه بتتكلم على الحاجات اللي هي بتطبخها، حاجات بتجيبها جاهزه، حاجات بتجيبها نص جاهزه. الكبه ايوه، ايه وضعها؟ بتعمليها ازاي؟ الكبه اول شيء بجيب العجينه جاهزه. ده عجينه اوكي. ثاني شيء الحشو انا بعملها، اللي هي بحط اللحمه والبصل والبهارات. لحمه ايه؟ لحمه انا بجيب صراحه عجل مشان اقل دهن. اوكي. في ناس بحطوها خروف، في ناس نص النص حسب الرغبه. بصل وبهارات وجوز وسمنة. بتحط البهارات مع اللحمه في الاول؟ اول شيء بحط اللحمه شوي ميتها تخف، بعدين بستعمل بصل وببهر. ببهر. طب اتفضل. تمام. عليها مشان بس البصل يتسبك، يطرى البصل بعدين ببهر. تفضلي حضرتك. هلا خليني ابلش بهاي. بهري الاول ديت، بهري الاول عشان تبقي براحتك قبل جوانتي. وبعد كده البهارات اللي هذيك انا اوريدي حطيتهم، بس احط شويه اضافه القرفه، رشه بصل فلفل ورشه حبهان، حط كمان شوي ورشه ملح، بس ما بنكتر ملح كثير لانه في عنا سماء، السماء اوريدي مالح وحامض، يعني بحب احط شويه سماء كميه منيحه بيعطي حموضه وبيعطي نكهه طيبه. وجوز حط كده، طبعا هي حسب الرغبه، يعني في ناس بحطوا صنوبر، في ناس بحطوا جوز، حسب الرغبه، بس انا بلاقي السماء والجوز بيركبوا مع بعض. تمام. هلا نسوي ال صغيرة. بعملها صغيرة من الحبة ورقيقة عشان تقرش. بحاول قد ما بقدر ارققها، خليها رقيقه عشان ما يطلع معنا عجينه. بس دلوقتي الكبه اللي عملتها الاخت ام راشد زي ما احنا شايفين، طبعا زي ما قلنا قبل كده، اما يكون عندكم عزومه كل ما بتصغروا الحاجه كل ما يبقى الضيف ليه مقام مرتاح وبيقدر ياكل اكتر، وفي نفس الوقت بالنسبه لنا ديت يعني الحجم بتاعها مناسب جدا. لو عجبتنا هتعمل لنا كبه صح؟ طبعا. فدي الكبه اللي هي عملتها بالطريقه بتاعتها. اللي هنعمله مختلف العين، هي جابت اهم حاجه الحشو جاهز، اللي مش الحشو، طبق العجينه اللي هي بره ديت الغشاء دوت البرغل العجينه جاهز. كان في ايه بقى محطوط فيه؟ برغل ولحمه وبهارات. ايه اللي عرفك هيك المفروض؟ فاذا احنا بنعملها عشان نبقى عارفين ايه اللي جوه. انا بستعمل دوت بصل، وبحط يعني البصل دوت مفروم وناعم، وبستعمل برغل. البرغل بنقعه، بستعمل برغل بصرف النظر اذا كان احمر بتنقعه قدام، ودلوقتي احنا بنستعمله بس بحط في ميه سخنه كميه كافيه ان اتاكد ان البرغل نفسه طري، يعني اقلبه واتاكد ان البرغل نفسه فيه كميه كافيه من السائل ان هو يتشرب، يعني حتى ممكن زي ما انت شايفه ممكن يفك شويه. فبحط البرغل هنا، وبعدين التتبيله مهمه جدا. انا بقى بتبل اللي انا عايزه،
عندي ملح، فلفل، شوية قرفة وجوز الطيب. دول بستعملهم وبخلي مية، لو محتاج مية أضيف مية للعجينة. فالأول بحط هنا البصل على أساس إن أنا السهم هنا السهم نحطها هنا. ممكن نحط شوية صغيرين هنا من البرغل على أساس الطحن مع البصل. فأنا بحط البرغل وبعدين أضيف شوية شوية من البرغل مع البصل عشان يتشرب. يبقى شفت البرغل مع بس هيك نقعه؟ بس هو كده نقعه، لأن أنا عندي المية لسه في مية وفي مية موجودة في البصل نفسه. بس أتأكد إن كل ده بقى ناعم، يعني الناس هم بيحطوها في المفرمة. وبالمناسبة احنا لما جينا نعملها بقول ليه ما عملتيش انت، لما سالنا ليه ما عملتيش الكبه هنا، ما عملتيش المكنه. في حين ان انت عندك المكنه ديت انت فاكرانها تكون مفرمه بس. انا فكرت مفرمه اللحمه. مش شرط، لا ممكن تكون بتتعمل بمفرمه اللحمه، ممكن تتعمل بالطريقه ديت. بس ان انا كل فتره اتاكد ان كل الخليط دوت خلاص اندمج مع بعضه وكله ناعم، يعني ده بقى ناعم. وكنت بتقولي لي هل كميه البرغل دي كفايه؟ قلت لك اه، قلت لي لا دي مش قد اللحمه لان حطيت ميه. فشوفي دلوقتي ديت انيل اكتر، البرغل ولا اللحمه؟ تتضاعف حجمها والوزن نفسها. فاحنا لو نحط كيلو ونحط كيلو أوكي. فالوزن بيبقى بيتشرب ويبقى الوزن كافي جدا. بحط شويه هنا من النعناع، نعناع مفروم. بحط عليها شويه من البرتقال، وهو ده بقى السبب ان احنا بعمل الكبه في البيت عشان انا ادوق اللي انا عايزه. هذا جديد اللي بشر برتقال، حاجه بسيطه كده صغيره بتدي لها طعمه كويس. اكيد طبعا بكون غاسل البرتقاله قبلها. و طب ليش البرتقاله؟ بتدي لها نكهه، بتدي لها مزازه خفيفه كده. وبعدين الظريف في الاكل لما تيجي تعملي حاجه مختلفه عن اي حد وما تتخيلوش اللي انت حاطاه ايه، بس مش هحط فراوله ولا بطيخ، سيبه يتحيل. يبقى حاجات برضه حذر فذر. حاجات بسيطه. وهتبل كل البرغل قبل ما احط الطحن. شويه صغيرين هنا من الملح، بحط ملح كافي. بس نفس الشيء اذا كنت هملح اللي جوه مش بكتر كتير في الملح. شويه هنا من البهار الفلفل الاسود، كل ديت من العجينه اللي بره. شويه من القرفه، حبه قرفه صغيرين، وجوز الطيب. كل ده انا عملته ابتدى البرغل يبرد كمان، ده مهم جدا عشان ما بوظش اللحمه. البرغل برد مع الوقت. بعد ما ضفت كل دول ببتدي اضيف اللحمه. ناخد هنا قطع اللحمه ونضيفها لغايه لما كله ده يتداخل، ومخلي عندي شويه ميه بارده لو احتجت بضيفها. كده لغايه لما كلها بتتداخل تبقى هي ديت الكبه. هي اهم حاجه بس كلها تتعجن وتبقى متداخله. ممكن استسمح حضرتك تيجي، بس انت تمسكي المكنه كده وانا اجي هنا اعمل الحشوه. الحشوه اللي اتعملت مختلف هنا، الحشوه ايه؟ حضرتك قلت ان انت بتحطي لحمه بقري بس عشان مش عايزه كوليسترول. احنا عاملين نص ونص، نص بقري ونص غنم. وبحط عليها صنوبر، انت حطيتي جوز اللي هو عين الجمل وسماق. انا بحط السماق، هي ما بحطش فيها بهارات تانية عشان السماق بيبقى قوي. ده احنا بنحط بهارات مشكله، شويه قرفه وقرنفل صغيرين، ومعاهم لو حبيت كمون، لو في حد بيحب كمون يبقى البهارات دي تنسبها لذوقهم. ممكن احط شويه صغيره هنا من القرفه لو عايز. يبقى دلوقتي ده الحشو. نيجي نشوف بقى العجينه هنا. لو حسيت انها بدها كمان مي اظن، لو حسيت انها طريه او ناشفه ديت محتاجه شويه ميه. بس في الحاله دي بحط ميه بارده. فنجيب هنا شويه ميه ونحط شويه ميه بارده، او ممكن تلج، بس ميه بارده بتبقى سايله اسرع. يعني هيك بضلها الواحد انضف واضمن، بعرف ايش المكونات الموجوده جواتها بالضبط. يعني احنا عارفين دلوقتي احنا حطينا ايه اللي جواها. اللحمة نص 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 نص. دلوقتي هجرب واحدة بس واشوف. نعمل الحجم، نقرب من الحجم اللي حضرتك وريته لنا ونشوف نقدر نعمله ولا لا بحجم صوابعنا احنا. اعمل شوية زيت صغيرين. خد راحتك. بس بعده خشن؟ ده هجربها، يعني بحاول اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا بجرب، هاخد واحدة واقليها. أول مرة أعمل كبة ما أعرفش. فاخدها واقليها بدل ما أبوظ كل ده أو أشتري عجينة
احنا جايبينها معرفش لوكيشن هو ناعم، باخد واحده وبحشيها، نعمل لها الحشو واعملها زي فكره يعني غطا كده اهوت، حجم الصباع طبعا تفرق بقى من شخص للتاني، لو عايزين نعملها اصغر من كده واكبر من كده، وبحط فيها حشو كافي، بس اهم حاجه اتاكد ان كل الحشو ده اتغطى تماما. وبعد ما بغطيها بشكلها ككبه، بصباعي بضغط عليها كده اهو، فبقت ليها ناحيه ديت الطريقه ديت، والناحيه الثانيه بنفس الفكره، فبتبقى الفكره بتاعتها زي كانها شكلها البيضه ديت، او الحجم ممكن تكون اكبر اصغر، طبعا ديت بقى بتبقى اختيارات. طيب انا واحنا واقفين دلوقتي كده على طول ممكن يعني ادوري الثوم مع الثوم بعد اذنك وزيت الذره. جيب لي كورن اويل. بده الثوم تقريبا 3 روس. 3 روس ولا 3 حبات؟ لا شو 3 حبات، 3 روس. 3 روس. 3 روس ثوم فقط. طب ما انا اخد ثومه واشرب شويه زيت. مش حاره كتير. اوكي هاي كميه بكفي. دول كفايه؟ هاي كفايه بكفي. دول كفايه؟ اوكي اوكي. ونجيب المكنه. اوكي تشلح جاكيتك، تشيل الجاكيت. لا لا بالجاكيت كده عشان تطلع حاده. ده لا ليال انت دوقنا. لا محتاجين وصفتك، محتاجين وصفتك زي معزوم. قالت ابو راشد بيحب الحريره، عملنا الحريره، وقالت ان راشد بيحب الستيك. ورينا بقى الستيك بتعمليه ازاي يا راشد. انا هذا الستيك عاده بتجنب اعمله لانه بصراحه ما يزبطش معايا. ايه اللي ما بيزبطش بيه؟ ما بيستوي. نشوف احنا بنعمل ازاي. هو ناس كثيره بالمناسبه يعني ناس كثيره جدا جدا بتطلب وتقول على الموضوع ده. اتفضلي. بس رشه ملح صغيره مو كتير. نعم. والفلفل الخشن. نعم. بس بشويها. اوكي تكون هاي حامية سخنة. اتفضل حط عليها. ليش مش حامية؟ لازم نطش. لازم نسمع صوت ال لازم نسمع صوت دي بتطلع. اوكي بنسيبها دي تستوي. هلا بتركها تستوي. ايوه لحد ما بنقلبها هلا لحتى نشوفها شوي من تحت. نعم. انه مسكت بعدين بقلبها. اوكي غطيها بدك لحتى ما تستوي. بدك لحتى ما تستوي. بقدم معاها خضار سوتيه. اتفضل نقرب الحاجه لحضرتك. حط شويه صغيره ملح وفلفل مع الخضار. بس ملح وفلفل. يعني زبده بحط شويه صغير انه بس انه يعطي اللمعه. زبده حاجه بسيطه جدا. بس عشان اللمعه اكتر منها اي حاجه ثانيه. اوكي هو المكونات صح يعني لغايه دلوقتي الملح وفلفل فعلا وستيك فعلا وخطط الستيك مظبوطه. خضار. نعم. ودول هنخليهم يبقوا يتشوحوا زي سوتين. سوتين. هقول بس ملحوظة سريعة أثناء ما الأخت أم راشد بتعملها. هي إيه اللي حصل هنا؟ حطت هنا ملح بيتشرب العصارة، الملح بياخد العصارة من اللحمة فإذا بينشفها. حطت فلفل وحطت ملح وفلفل في ناحية واحدة. يعني لو أكلت قطمة من الناحية التانية هيبقى طعم غير الناحية ديت. الحاجة التانية لما بحط ديت كده اهو البخار بيطلع، يبقى انا مش بشويها. الستيك بيبقى عايز حاجه تتشوي كده، انا بقى كاني بسلقها في بخار طالع اهوت، البخار ده هينزل تحت تاني، يبقى اللحمه هتستوي بس لا هي مشويه ولا هي مسلوقه ولا هي معموله على النار.
اتمنى ما كنتش سمعت اللي قلتيه. يعني المشكله الملح؟ لا انا كنت بكلمهم هم. اوكي انا مش سامع. هي مش مفيش مشكله، هي بس الحاجات البسيطه ديت اللي بتخلي الموضوع زي ما قلنا واحنا جايين على الباب قلنا بتكلمونا في التليفون تقول يا شيف انا عملت الستيك زي ما انت عملته بس ما طلعش مظبوط، انا جبت القطايه. فاحنا قلنا نيجي البيوت عشان نشوف ايه الحاجات البسيطه. هي دي الحاجات البسيطه. الناحيه ديت هي فعلا هيكون شكلها مشوي، بس عبال ما الشوت شايفين الدخان اللي طالع كل ده بخار اكتر منه تكون الحراره نفسها. يعني هي كانت عايزه تسمع الكشه الاولانيه اللي هي بمجرد ما تحطها كده فعلا يعمل فاصل او عازل، وده اللي احنا هنعمله لما نعمل معاكم الستيك دلوقتي. ده كده مش مهم يعجبني، المهم يعجب راشد. بتقولي راشد هو اللي بيحب ياكل ستيك بره، بتعملوا له كده ما بيرضاش ياكله؟ لا ما اعرفش ليه. المنظر من هون اوكي بس من هون. طب هو بياكل ده؟ بتنطر يعني بياكل شويه وبعدين هو عايز ستيك ومش عايز خضار. يبقى ما بياكلش ده عشان مش معمول زي ما هو عايز. وانت شايفه ان ده شكله حلو بس هو مش عايزه. لا نشوف احنا ازاي ممكن نعمل طيب الستيك، نعملها ازاي. احنا هنعمل الحاجات الجانبيه الاول. بالنسبه للطبق الجانبي او زي ما راشد بياكله في المكان اللي بياكله، انا بحط هنا حليب وبحط الحليب مع ميه، ممكن استعمل كلها ميه وممكن استعمل حليب بس، لكن او حليب بودره. هحط هنا ديت عشان تسخن اللي هي الذره، وفي الاخر بحط عليها شويه زبده صغيرين. ديت كطبق جانبي. لذيذه مع الطبق هذا. الحاجه الثانيه اللي هم بيحبوها اللي هو البطاطا. البطاطا فالبطاطا نفس الشيء. انا شفت عند حضرتك انت بتستعملي ده، انت مشتريها مشتريها مجروش وعندك ديت في المطبخ. هاي بستخدمها للطبيخ الاشياء زي هيك للطبيخ العادي. ونفس الشيء بالنسبه للستيك، انا استعملها للستيك. يعني شفتك حطيتي من ده، انا افضل ان انا لسه هذا خشن شويه، فاذا بعملها بالطريقه اللي انا عايزها. وبعدين هحط على دوت ملح، يعني هتبل البطاطا الاول، شويه ملح شويه فلفل. وكنت قلتي لما بتعملي البطاطا عندك مشكله انها بتلزق. بتلزق أوكي. يعني حتى لو حطيتي فال ورق زبده، يعني جربتها كذا طريقه وهستعمل زعتر طيب، بس المشكله انها بتلزق، بصير منظرها مش مغري. نشوف ليه المشكله. بحط عليه اعشاب. يعني الزعتر الثاني اللي احنا بنعمله اللي هو مع المناقيش غير الزعتر اللي انا بستعمله هنا مع اللحمه. وحتى لو عندي العيدان نفسها ديت ممكن احطها مع المرق. انا عندي الزعتر ورقته كبيره. ده اللي هو الزعتر البري، ده يتحرق بسرعه، طعمه مختلف ومختلف تماما. لكن ده للحوم حاجه كويسه جدا، حاجه مختلفه. فدوت هنحطها هنا اهوت، هنتبلها. وبحط هنا اهوت شويه من الزيت عشان ما تلزقش. احط شويه زيت صغيرين هنا. وباخد البطاطا نحطها بالطريقه دي، وممكن نحط عليها شويه زيت تانيين من فوق لو حاسس ان انا عايز احمرها. وبعدين بحطها في قلب الفرن. يبقى انا دلوقتي عندي البطاطا ديت كطبق جانبي هدخلها الفرن، وخصوصا ان انا عندي اوريدي ستيك هدخله الفرن. انا هعمل ايه مختلف عن اللي حضرتك عملتيه؟ انا جبت القطايه، انت مش محتاجه تجيبي كل ديت، لكن انا عشان المشاهدين برضو نشارك معاهم، لان المشكله ما بروح للجزار او اللحام. الستيك حاجه معروفه غربيه، من استراليا، من نيوزيلندا، من امريكا، فدوت بتبقى الفكره فيها. يعني دي أيوة. الفكره الستيك انا مش محتاج اعمل فيها اكتر منها، بس اضغط عليها شويه كده مش ابططها. الدهن اللي بره دوت انا مش هاكله، لكن الدهن اللي جوه دوت اللي هو زي الرخام الماربل هو ده اللي بيخلي الستيك طعم. عاد انا لما اشوفها كده ما باخدها. لا بس يعني بحاول ابعد عن لا، هو الواجو لازم يبقى كده، يعني كل ما يبقى فيها دهن كل ما يعني تبقى احسن. يعني ممكن عشان هيك بتنشف معي انا؟ لا مش شرط، انت ممكن تستعملي اللي حضرتك عملتيها بنفس الفكره، بس انا قلت اضرب عصفورين بحجر واجيب الواجو ونستعملها. لكن ممكن استعمل نفس اللي انت استعملتيها، بس اللي اعمله مختلف اني مش هحط عليها الملح، لكن ممكن احط فلفل لو هم عايزينها بفلفل. يعني القصعه هاي اذا شويناها تقريبا 10 دقائق بكفي؟ لا مش الفكره 10 دقائق، انه هي المده نفسها سوى. المده نفسها محتاج ان انا اعرف المده اللي انا عايزها قد ايه. حسب انا عايزها اللي هي ميديوم رير. رير ميديوم ويلدن. اوكي اللحمه الويلدن بيستوي كل اللحمه، وانا افضل ان احنا ما نعملهاش ويلدن، ميديوم ويل بتكون مناسبه جدا. الحاجه الثانيه هنا انا عملت ايه؟ الطاسة اللي هستعملها بسخنها جدا. يبقى بسخن الطاسة هنا وما بحطش اي سائل. هنا بس فلفل بس كده، ومش هقلبها الا لما تبتدي لونها
يغير ويبقى عندي طبقه من فوق، يعني الطبقه ديت بتعمل طبقه عازله وكل العصاره تفضل جوه. اما بالنسبه للذره هنا اهوت، اتاكد ان كل جزء فيه استوى، واحط البطاطس في الفرن. وممكن بسوي يعني بسوي بقيه الستيك في الفرن، نصه على النار فوق ونصه تحت. يبقى اهم حاجه هنا اللي انا بعمل غشاء عشان احمي العصاره اللي جوه، يعني بعملها وبقلبها الناحيه دي وبقلب ديت الناحيه الثانيه، والعصاره بتفضل جوه حسب انا عايز اسويها ايه. اسويها مستويه سوا كامل، نص سوا. والقلايه اللي استعملتها هي اصلا ليها معدن، يعني ممكن اخد القلايه كلها كده وبحطها في قلب الفرن زي ما هي. في اختيارين، يا اما بفتح الفرن وانا سويت البطاطس شويه، هاخد الستيك اكمل سواه في الفرن حط هنا، وبعمل صلصه او جريفي في نفس القلايه. جيب شويه صغيرين هنا من البصل نحمره بنفس الدهن اللي نزل، شويه الدهن اللي نزلوا سكر هنا بنحمرهم. وبعدين بحط بمجرد ما يبتدي يلون لونه شويه، هو ده اللون البني، يعني اللون البني اللي موجود في القلايه اي حاجه بعملها كده اهو. وبس مش بحمر بصل عشان اعمله للكشري ولا المجدره ولا المجدره، لا بحمر بس يا دوبك شويه صغيرين. وبحمر فيه دقيق، شويه دقيق عشان اما اعمل الجريفي يبقى هي ديت الصلصه. واسوي الدقيق، يعني الدقيق نفسه محتاج ان انا اتخلص من طعم الدقيق اللي موجود. اقلبه بالطريقه دي، وبعدين بضيف عليه المرقه. بس اتاكد ان الدقيق خلاص ابتدى يتغير لونه. ممكن اضيف عليه مشروم لو عايزين، وبجيب شويه ممكن بهارات، ممكن نحط عليه شويه ملح، شويه فلفل، نحط شويه هنا هو حليب. لا حليب هيبقى جريفي مختلف، انا عشان ما عنديش اللون البني بتاع اللي هو الديمي جليز اللي بيستعملوه اللي هو البهريز بتاع البقري، فمش هيبقى لونه غامق عشان افتحه، انا عايز اغمق لونه، ما عنديش حاجه مغمقه لي لونه. فبعد ما بحمر الدقيق كده دوت، هو اكتر حاجه ممكن احمرها عشان ما يبقاش برده الدقيق طعمه محروق. هحط شويه هنا من المرقه وبقلبهم، واتاكد ان مفيش اي كتل او كلات، يعني لو حبيت اصفيه اصفيه، بس انا افضل ان انا اخلي كل حاجه عشان البصل اللي موجود دوت جزء من الجريفي اللي انا عايزه. اقلب كل دول، وبعدين بوطي عليه او بهدي الحراره شويه. دي الحراره بتاعته، نسيبه هنا عباله بس لما يبتدي كل دول يتداخلوا في بعض. يبقى ده جريفي. ممكن اخد اجيب حاجه صغيره كده صوصيره او حاجه احطها فيه على جنب. يبقى بس بسيبه يغلي عشان اتخلص من الطعم اللي فيه. بحبهم ايه؟ بحب الستيك يا رب. كيف تحبوا راشد؟ انت بتحبه مستوي قوي ولا نص سوا ولا مستوي مليح؟ يعني نسيبه في الفرن اكتر من كده؟ ده كده كويس. انا ما اعرفش، وكل واحد ليه الذوق في الاكل. طيب نخلي برضو، انت بتحبه ميديوم رير، بتحبه مش مستوي قوي صح؟ ميديوم رير. طيب يبقى احنا هندوق هنا اهوت ابو راشد قطعه الستيك ديت، وقول لي طيب ايه رايك فيها؟ حته جبنه، حته بطاطس معايا، الشوكه، في واهم حاجه ان احنا بعد ما نعمل الستيك بنسيبه شويه على اساس يرتاح. ايه يرتاح شويه، لكن احنا مش هنريحه دلوقتي. نعم شكلها مستويه، يعني في ناس تقول مش مستويه، في ناس مش مستويه، حسب بقى. لو انت قلنا لي حاجه انت بتحبها بتحب صلصه معاها ولا الصلصه ما بتفرقش معاها؟ لا هو بحب السمته فيها كده. هسوي لك بتاعتك شويه ازاي؟ شويه كمان؟ اوكي كويس. خلاص يبقى حلينا موضوع الستيك، حلينا موضوع الحريره. اها الكبه عندكم الاختيار فيها؟ لا تمام. توميه، انا اتعلمت طريقه توميه، توميه فعلا. وان شاء الله تكونوا انتوا كمان استمتعتوا معانا.
شكرا كثير لك، واحنا استمتعنا كمان معاكم والاكل كثير طيب وفعلا استفدنا من هاي الحلقه. يعني هلا ما ظنيت راح نقدر ناكل برا، خلص ان شاء الله.